Penutupan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Bangkalan oleh Ketua. Penutupan rapat Senat STAI Al-Hamidiyah oleh Ketua. Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Bangkalan dan Wisuda Sarjana Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2018-2019. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan doa kepada Yang Mulia Bapak Mukhlis Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam selaku Ketua Urusan Agama Kabupaten Bangkalan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan wisudawan dan wisudawati ilmunya bermanfaat dan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.